مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام الجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف، اليوم معكم من اوتوا العاصمة الكندية، وبنتحدث زي ما حكينا لكم ووعدناكم دائما بمواضيع مهمة ولقاءات مع شخصيات مهمة. في هذا الموضوع احنا حكينا حنوجه او حنعمل زاوية اسمها زاوية على الوطن العربي، نتحدث فيها مع شباب وصبايا وشابات من وطننا العربي، نتحدث عن مواهبهم، نحاول أن نشجعها ونطفي عليها ونتعلم منهم الكثير. صراحة في هذه الحلقات وفي كل حلقة أتعلم الكثير من هؤلاء الشباب، أتعلم منهم الثقة بالنفس، أتعلم منهم الصمود والريزيلينس، وأتعلم منهم أيضا كيف استطاعوا أن يطوروا من أنفسهم. اليوم ضيفنا سيكون ضيف غير عادي، سيكون من جمهورية مصر الحبيبة أم الدنيا، من القاهرة، قاهرة المعز وقاهرة الفاطميين، قاهرة الأحبة والأصحاب. اليوم سيكون معنا المنشد الديني عادل سرحان. أهلا وسهلا فيك يا عادل. عادل، إزيك يا عادل؟ سامعني يا عادل؟ أخير مساء النور، ازيك؟ كيف صحة؟ الحمد لله، ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. عادل، طبعا يمكن احيانا بكون الانترنت الله يب يسلمك. عادل، احكي لنا شوية عن نفسك، من هو عادل سرحان؟ أنا اسمي عادل سرحان من القاهرة، عضو نقابة الإنشاد الديني، ودرست معهد الموسيقى العربية. يعني الموضوع عندي دراسة، يعني مش بس هواية، هو هواية ودراسة كمان. حلو. عادل، أنت تعيش في مدينة القاهرة صحيح؟ القاهرة إن شاء الله. وأصلا من القاهرة ولا من أنا مكان أصلا من ثاني؟ القاهرة، أصلا من القاهرة. من القاهرة. طيب عادل، احكي لنا عن عائلتك، هل أنت متزوج، عندك أطفال؟ أكبر ولد عنده 24 سنة، ما شاء الله، ما وأصغر شاء الله. واحدة عندها 17 سنة. طيب متى يعني أنا بدأت؟ كبير عندي، خلص هندسة و باين عليك شباب يا باش مهندس. في الجيش دلوقتي. ما شاء الله، ما شاء الله، باين عليك لسه شباب. يعني متى بدأت هواية الإنشاد؟ الله يخليك. الهواية بدأت من زمان جدا، لأن عندي الوالد رحمة الله عليه، كان صوته حلو، صوته كان جميل، فأنا ورثت الصوت عنه. وأنا كنت الأول رحمة غني طربي، يعني أم كلثوم، عبد الوهاب. وبعدين من 2014 اتجهت للإنشاد الديني، عشان من الإنشاد أقدر أجود القرآن، وده ما كان شاء الله، أقصى طموحي بقى، إن أنا أقرأ القرآن عشان مجود بصوت كويس، بس يعني الهدف سامي. يعني يعني تعلمت الإنشاد عشان تستطيع تقرأ القرآن بصوت جميل. بس ما شاء الله، ما هو شاء الله، هذا ده الهدف بقى. الصوت أعتقد النت عندك يا باش مهندس، النت عندك شوية ضعيف. بيقطع شوية عند لا عندي، لا أنا عندي قوي، على فكرة أنا عندي قوي، أنا عندي نت قوي. طيب أنا هسوي حاجة دلوقتي سريعة، هدخل على الاستوديو مرة ثانية، مفروض إنه نكون أوكي. طيب أنا هتركك، لو تقرأ لنا قرآن في البداية
وبعدين ندخل على الموضوع الثاني. لا ده انا لسه، ده انا واخد واخد الاول ان انا انشد، وبعدين عشان اوصل لحكايه ان انا اقرا قران، يعني انا واخدها اصلا زي مراحل كده، فبتاعت ان انا انشد واقول مشرحات لحد ما اقوي قصدي، لان قراءة القرآن لغة، فده مش هزار، يعني لازم أكون داخل عليه بجد مظبوط، هذه صحيح. القصة يعني. طيب، فأنا ممتاز. فإن شاء الله يعني الهم الحلقة الجاية إن شاء الله، في إن اللقاء شاء الجاي الله، بإذن الله نقرأ القرآن بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. مين أكثر واحد من القراء يستهوي قلبك في قراءة القرآن؟ فارس عباد فارس عباد، ما شاء الله، الله يحفظ له صوته يا رب. طيب، عادل، احكي لي بالبداية، كيف بدأت البدايات؟ هل بدأت تغني على مسارح أم فقط في المنزل؟ أم كانت هناك مثلا عروض في المساجد أو في المسارح أو في الموالد؟ لا، هي العمليه عندي بدات من معهد الموسيقى. انا هاوي عندي رغبه ان انا اتعلم موسيقى، عايز اغني، فدخلت معهد الموسيقى، ويمكن كان من حظي اني اطلع سولو في حفلات كتير جدا، حفلات مولد النبي او اللي هو نصر اكتوبر، وحظي كان حلو ان انا حتى الاغاني السولو اللي كانوا بيتهاني اغاني دي اوه، ما شاء الله، هي برضه عليه السلام، الله يا عشاء النبي، كله ماشي كده، ما غنيتش على طفي ولا الفصل دي خالص، ودي ميزه طيب، بقى، ودي يمكن هي طبعا، اوكي. انت بتغني بالإنشاد، الدخل. نعم، إلك فترة بتغني في الإنشاد، ممكن تسمعنا شيء من الإنشاد؟ اوكي، هغني دلوقتي الله 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 على نور رسول الله. يلا. الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله. كمل كمل، احنا معك. معنا طه اللي في المعنى، حبه مجمعنا، يلي انتوا هنا معنا، حيوا رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين، سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين، بين يا زين بين، حسن رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله. امتى حشوف عيدي والمس ايده بايدي، امتى حشوف عيدي والمس ايده بايدي،
واقول له بحبك سيدي وليلة يبقى معاك. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله، مع صوت السلامة. جميل جميل جدا. احنا بنعتذر، يمكن في تقطع في الانترنت، ولكن الصوت رائع جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا دكتور، الله يخليك، الله اللهم يعزك، صل على شكرا. سيدنا محمد، ربنا يحفظ لك هاي مع الصوت السلامة. الموهبة. مصر، مصر أم الدنيا، يمكن هي أم الموالد والموشحات والأناشيد. بنعرف كثير إنه في أماكن كثيرة لهذا الموضوع. حدثنا عن، هل أنت حاولت تتواصل مع فرق أو أماكن إنك تكون معهم جزء منهم ولا لا؟ هي عندي المشكله ان دي هوايه مش مهنه. انا خريج كليه تجاره جامعه القاهره، بشتغل مدير مالي، ودي حاجه هوايه ليا، يعني بتخف عليا شويه مود الشغل، لان طبعا الحسابات صعبه شويه، فلازم حاجه يعني ايه مجدد بقى نشاطك. فهي دي اللي هي دي الـ دي المهرب الوحيد ان انا اجدد تاني طاقتي. حلو. وكمان انا حاجه كمان حاببها، ويعني ان شاء الله برضو ناوي ان انا اتعلم عود، لان العود آلة جميله جدا، فعود مع صوت، فده يعني ايه، بعيش بقى في حاله تانيه. طيب، هي عاد دي الإنشاد الديني في مصر، هل تتوقع إنه في صعوبات بيواجهها المنشد الديني في وضع نفسه على الخارطة؟ يعني خليني أحكيها بصراحة يا عادل، تفضل. الهشتك بشتك والأمور الساقطة في الأغاني، وعصفور بحب عصفورة ومش عارف إيش، كلها للأسف عليها فيوز وعلى اليوتيوب وعليها فلوس وحاجات اللي عارفينها، لكن الإنشاد الديني ليس بذلك الأمر، مش مصدر دخل. فلماذا ترى، يعني لماذا ترى هذا الضعف؟ وين الصعوبات اللي بيواجهها المنشد الديني؟ لا والله، هو كان زمان بيواجه، لان يعني طبعا في موجه بتطلع اللي هم الناس اللي هم الغريبه اللي بتطلع دي، فتره بتظهر وبعدين بتمشي. طبعا هم هي كل القصه ان هم افسدوا ذوقهم، فبقى هو ده العالي. فيجي بقى يجي الذوق كويس، يجي مثلا ايه، يروح قايل لك مثلا انشاد ديني، يقول لك ايه ده، دي حاجه غريبه. ليه؟ لان هم اصلا ذوقهم اتكسر. يعني هم يعني زي مثلا ايه، ما يكون واحد مثلا بسمعه على طول طربي، عبد الوهاب، ام كلثوم، لو وجدت اسمعه حمو بيكا او ما شبه ذلك، يقول لك ايه ده، هو ده فن؟ هو ده يعني، هو ده مش كلام. انما العكس لو حصل، لو سمعت ام كلثوم يقول لي ايه ده، دي حاجه غريبه. نفس القصه، بس في حاجه يا دكتور، ان الانشاد زمان كان ممكن كده، انما في الوقت في الوقت الحالي لا، ان شاء الله ياخذ وضعه باذن يعني الله، تتوقع انه وهيبقى ليه نرجع للافضل ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله ان باذن شاء الله الله. حضرتك. أكيد، لأن الشيخ محمود تهامي عامل مدرسة للإنشاد الديني، مخرج لحد دلوقتي 5000 منشد، ما شاء الله. فمصر ولاد. فإن شاء هل الله، رحت إن شاء الله عليها؟ خير. هل رحت عليها؟ طبعًا. أنا طبعًا. سمعت كثير عن هذه المدرسة، هل مدرسة تحدثني جميلة. عنها؟ مدرسة أولا مجانية، ما شاء الله. ده واحد. الحاجة الثانية، بيدرس فيها الموشحات، اللي هي الجامدة فعلا، على فكرة، يعني حاجة دسمة.
ما شاء الله. مرشحات دسمه. وبعدين في حاجه ثانيه ان هو بيقول لك المرشح كلمه كلمه، لان فعلا المرشح متلحن حرف حرف، يعني لو حضرتك دخلت حرف غلط مش هتعرف تكمل المرشح، فهو اوكي دي صعوبته. وبعدين بيدرسوا حاجه اسمها اللي هو السولفيج، اللي هو النوت، يعني ازاي اشرح المقام اللي هو جنس الاصل وجنس الفرع بتاع، يعني بيأسسوه. والشيخ محمود التهامي بيعلم فن الارتجال، ازاي الواحد يرتجل من معلومات مختلفه. ما يعني شاء الله. مثلا مرشح معين بياخد كلمه ويقول مثلا صابه بيات، وبعدين يرجع تاني لنفس المقام، فحلوه جدا. ويعني اللي الناس دي عامله الحاجه دي ابتغاء وجه الله، لا إله فعشان إلا الله. كده سبحان الله يعني تطلع الحاجه فعلا جميله، غير اللي هو هدفه مادي. طبعا طبعا عادل، انت حكيت لي انك انت ايضا تنشد موشحات، لو سمعنا حاجة من الموشحات. المرشحات حاضر. في مرشح يشد الألحان، مقام رصد. طبعا يا شادي الألحان اسمعنا رنة العيدان، يا لا لا لي يا لا لا لي لا لا لي رنات العيدان، اسمعنا يا للي يا لا لا للي يا للي، اطرب من في الحال حسبنا من ضمن الندمان، يا للي يا للي يا للي من ضمن الندمان، يحسبنا يا للي يا لا لا للي يا للي. يا عيني ده يا مش عيني، عشان شيء جميل جميل ورائع. الله يخليك يا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور، الله يخليك. هل تعلمت الموشحات بنفس الوقت اللي تعلمت فيه الإنشاد؟ قبل قبل. المرشحات، قبل، لان المرشحات احنا درسناها في معهد الموسيقى العربيه، نعم. معهد الموسيقى بيدينا مرشحات، انما الانشاء الديني بيدينا حاجه اسمها تواشيح، مين اللي هو أصعب دراسته؟ التواشيح ولا الموشحات؟ التواشيح طبعا. والله هما اللي هم يعني هم الاثنين حاجه صعبه، بس التواشيح اصعب، التواشيح ده أصعب. اصعب. لان فيها شغل، يعني فيها شغل اعلى من ده. يعني التواشيح بتفكرني بحاجه اسمها الدور، كنت انا بغني دور، في ما هو في دور وفي مونولوج وفي موشح، هو ده بقى الدور اللي هو الصعب، ده اللي هو في اللي هو الدسم ده. نعم. فالتوشيح زي الدور بالظبط، نفس اللي عايز عافيه شويه، عايز حبه صحه يعني. لا لا. الله يديك الصحة دائما يا رب، الله يديك الله يخليك الصحة. يا دكتور، ربنا يخليك، الله طيب يخليك يا دكتور. عادل، احنا فهمنا منك انك حابب تتعلم قراءة القرآن وتجودها بصوت جميل، حابب هو تتعلم ده الهدف. العود لأنه برضه حيساعدك. وين شايف عادل بعد 10 سنوات؟ أين ترى عادل؟ والله يعني اتمنى عادل بعد 10 سنوات يكون يعني قارئ مشهور في الوطن العربي، قارئ مش منشد بقى ولا قارئ. انا عايز، انا هو ده الهدف، هو ده الهدف اللي انا عايز يعني ايه اوصل ليه، ان انا ابقى قارئ اجود القران بصوت حسن، بس هو ده، وهذا هو الفوز العظيم. انا يا يعني ال اه الله ينولك، نولك غايتك إن شاء الله رب يا رب، العالمين. اللهم امين، ربنا يخليك يا دكتور، الله يخليك. عادل، في ناس ساعدوك أكيد في مسيرتك هاي، سواء العائلة سواء مدرسين، لو بتحب تعطيهم الآن كلمة أو تشكرهم على اللايف، إيش بتحكي لهم؟
والله أنا بشكر أهلي كلهم وبشكر والدي رحمة الله عليه، الله يرحمه. هم كانوا كلهم داعمين ليا، هم يعني شافوا فيا إن أنا عندي الحتة دي. فحتى أخويا الكبير لما شاف فيا الحتة دي قال لي تعالى معهد الموسيقى ودفع لي أول قسط. دي أخويا حسين، يعني هي دي بصراحة لا يعني، وكمان لفينا في اكتر من حته، كان يعني عايز يوديني حته اغلى كمان، انا شايفني يعني هو كده. يعني انا فاكر الحاجه دي لحد دلوقتي الله فعلا. يوفقه يا رب، هو يعني هذا يعني ربنا ربنا يوفقه ان شاء الله إن بجد شاء والله. الله. ومن هنا بقى طبعا اتفضل اتفضل يا تفضل دكتور. تفضل، لا كمل عفوا. وطبعا اللي هو والدتي وكل اخواتي طبعا برضو كانوا هم الداعمين، وطبعا اصدقائي كانوا برضو شايفين في الحته دي. بس هي اللي الحته دي حتى كانت هوايه، عايزه برضو عايزه الارض الخصبه، وعايزه في حاجه تانيه، عايزه ان المود بتاعي، لان هي ان انا انشد دي، او ان انا اغني واغني صح، اولا مود، ثانيا ودن، ثالثا تبقى دارس بقى فاهم انت ماشي ازاي وخارج منين وراح فين. فممكن يكون في يعني في الموسيقى وفي الجو، بس ما فيش المود، ما انت اوت اوف مود بره بقى، ما انت ما فيش ما طيب لو جه الواحد مثلا قايل هيقول من غير نفس، من غير احساس، مش بقى حلوه. فهي لازم هي شويه ادوات بس. يعني أنت جمعت بين الموهبة والدراسة والإحساس، وأهم شيء عندك هدف في المستقبل، هذا أهم شيء. ايوه، الهدف في المستقبل ان انا ابقى قارئ لكلام الله سبحانه وتعالى بصوت جميل، وحتى عشان بعد حتى ما يعني اوفي الاجل يبقى ليا حاجة تحمدني صدقة جارية، العمر لأن الطويل مفيش أحسن من كلام ربنا. الله صح، يخليك، هي هو ده الهدف. العمر الطويل يا رب. طيب سمعنا وطبعا حاجة، طبعا بالنسبة لي حاضر سمعنا حاجة يا عادل من اللي بتختارها. حاضر حاضر. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا ومعي بهذا ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل، هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسوله، يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى هذا المتيم، هذا المتيم، وأنا المتيم
في حماك نزيل، لو صادفتني من لدنك عناية لأزور الطيبة، لأزور الطيبة، لأزور الطيبة والنخيل جميل. اللهم صل على سيدنا. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور الطيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين آمين. اللهم صل على سيدنا آمين محمد. آمين. تسلم. عادل، يعني ما شاء الله ربنا معطيك صوت، وفي في في خامة جميلة جدا. أنا بعتذر في شوية يمكن غوش من لما بتدق على المايك، فمش مشكلة كبيرة، ولكن للمشاهدين هذه بتكون لما بدق محمد على صدره، عادل على صدره بدق على المايك، ايوه. فاعذروني. يا اوكي، هل شاركت في مسابقات يا عادل؟ لا مسابقات لا، لان ما كانش في وقت والله، لان شغلي ما يعني ممكن يكون صبح وليل ما فيش، وحتى لو هو الصبح بس بيبقى الليل انا اصلا مصدع، ما فيش دماغ ان انا اغني ولا اعمل اي حاجه، انا عايز انام. صحيح 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 صحيح. طيب، الموالد، أكيد في موالد أنت شاركت فيها، إيش في حادثة صارت معك في مولد أو في حفل ديني تتذكرها دائما؟ لا هو مش موالد، انا رحت في حفله انشاء ديني كان عاملها نقابه انشاء ديني، وكان اول مره احضر حفله وانبسط قوي كده. لا في جامده يعني، كلهم ناس جامده بصراحه يعني. انا قعدت يعني خدت معايا حتى زوجتي، وهي يعني ماشي ولا في فن ولا في انشاد، بس هي انبسطت كمان يومين، وما شاء الله ما شاء الله. ويوم اليوم الحفله ده خدت الاستماره ورحت اختبرت في نقابه انشاء ديني، والحمد لله نجحت وخدت الكارنيه. اختبرت قدام 14 فرد من لجنه التحكيم. ما شاء الله. مين المثل الأعلى لك في الإنشاد الديني؟ من هو الشخص اللي تشعر إنه بدي أوصل مثله؟ نقشبندي. هو ده اللي بصراحه يعني. لا النقشبندي والشيخ مصطفى رفعت، الشيخ مصطفى رفعت صعب شويه لان مفيش حد عارف يقلده، لان خامة صوته متوحده ونادره. صحيح. والشيخ مصطفى رفعت يعني رمضان. طيب، النشقبندي حافظ له حاجة سمعنا إياها؟ مش ما ممكن لو مقطع بسيط. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به لك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به لك يا سندي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أبكي وهمس دعائي، أبكي وهمس دعائي.
مني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. الله الله. طبعا رحمة الله عليه ترك موسوعة من ما شاء الكتاب الله. الديني، ولم يستطع أحد أيضا أن يضع أو يمثل فعلا أو يعيد النشقبندي لنا في العصر الحديث. النشقبندي يعني كان ظاهرة هو وغيره من نزيف سيد، النجوم. نزيف سيد، وهو طبعا اصلا الملحن له الاغنيه دي مليك حمدي، تخيل حضرتك، اللي هو مولاي ملحن اني بلاك، ودي مليك حمدي. لا يعني هو يعني مش ديني، بس قال له انا هلحن لك حاجه تقعد معاك سنين، عمرك كله بقى يعني، صحيح حتى بعد وفاتك. هو فعلا قعدت جميله، الله يرحمه ما شاء الله، الشيخ سيد النقشبندي ما شاء الله عليه يعني. يا رب. الله يرحمه عادل، ويرحمه. احنا في نهاية هذا اللقاء بدي اعطيك اخر دقيقة، اذا بدك توجه رسالة لاحد، بدك تحكي اي شيء لم اسألك عنه، تفضل. أنا بوجه رسالة لكل من دعمني وبيدعمني، وطبعا أهلي وأصدقائي وزوجتي وأولادي وكل كل ما هو ليه فضل عليا، بقول لهم الشكر، بقول لهم ربنا يخليكم ليا داعمين ومنورين حياتي. احنا في نهاية هذا اللقاء حابين نشكرك يا عادل اللي كنت الله معنا من يخليك. القاهرة مباشر، حابين نشكر كل من دعمك، ونشكر الله سبحانه وتعالى وندعوه أن الحمد يوفقك لله. إلى كل الخير. أنت في عندك هدف نبيل جدا جدا، أنا أغبطك بإذن الله. وأحسبك الخير، لأنه فعلا هذا قراءة القرآن شيء جميل، ولكن قراءته بصوت جميل والشعور بهذا الصوت يحبب الغير فيه، فأحبك الله وأحب خلقه فيك إن شاء الله، بإذن وأعطاك الله. الخير يا رب. ربنا يخليك. مشاهدينا، كنا معكم في حلقة خاصة ولقاء خاص مع المنشد الديني عادل سرحان من مصر، نتمنى له كل التوفيق ونتمنى لكم كل الخير، تصبحون على خير ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله.